السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي كلفني كي أقف اليوم إلى جانب سعادة سفير فلسطين الأخ خايل فهو عندما يقدم وسام نجمة الحرية لدولة فلسطين للمناضل أحمد إبراهيم. وثالثا لا أستطيع أن أقول شيئا قبل أن أقول أنه بعد غد 17 من هذا الشهر في يوم الأسير الفلسطيني سيعلن أسرى شعبنا الفلسطيني إضرابا عن الطعام في كل المعتقلات والسجون الإسرائيلية. من هنا نوجه لهم باسمنا جميعا تحية كبيرة. هذا الإضراب عن الطعام بادر إليه الأسير المناضل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ مروان البرغوثي. الحقيقة أن القضية الفلسطينية دائما نقول أنها موجودة على مفترق طرق خطير. هذا الأمر ملازم لخطابنا السياسي منذ نكبة شعبنا وقبل ذلك عام 48، لكنني أتوجس خيفة إلى حد ما من المرحلة المقبلة، وخاصة ما قد يترتب على لقاء السيد الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، والذي يريد أن ينهي القضية الفلسطينية ربما بصفقة ترضي إسرائيل وتفرض على الشعب الفلسطيني. والقيادة الفلسطينية في غياب موقف عربي فاعل وحقيقي غير كلام الإنشائيات الذي يطلق في مؤتمرات القمة وآخرها في البحر الميت، قرارات القمة جيدة لكن امتحانها في التطبيق وفي المدى، الالتزام الفعلي للدول العربية والزعماء العرب بهذه النصوص، فأخشى أن يتحول اللقاء إلى محاولة لفرض رسمة حل على الشعب الفلسطيني قبلها يكون قد أخطأ بحق شعبه، وإن رفضها قد تدخل القيادة في حالة حصار جديد، إلا إذا طبعا كان هنالك حراك شعبي في عربي وموقف عربي. ونحن نأمل ونتمنى من تونس قيادة وشعبا تقف كما هي العادة طوال الوقت إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات القادمة. نحن تابعنا الشريط المؤثر الذي شاهدناه قبل قليل، وفعلا مؤثر، وضبط الرفيق سمير الطيب وهو يذرف دمعا وضبطني كذلك. لكن هنالك حديث أريد أن أقول حوله كلمتين حول موضوع التطبيع. التطبيع مع الصهيونية ومع إسرائيل هو ليس فقط مرفوض، إنما مشين لكل عربي ولكل إنسان في كل بقاع العالم يسعى إلى الحرية ويسعى إلى التحرر ويناهض العنصرية ويناهض التمييز العرقي. لكن هناك بعض الأوساط في العالم العربي التي أخذت هذا الشعار الصحيح، شعار رفض التطبيع، إلى مساحات غير معقولة، وهي رفض الاتصال بأجزاء من الشعب الفلسطيني بحكم مكان تواجدها، وكأن العلاقة مع
الأساسية ومكونات الأساسية من الشعب الفلسطيني بحجة دعم الشعب الفلسطيني. نحن أنا آتي إليكم من شمال فلسطين، ما يسمى فلسطينيين 48. عندما نُكب شعبنا عن 48 ظلت أقلية قليلة متمسكة بوطنها، كانت آنذاك 150 ألف إنسان، نحن الآن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. حرمنا على مدار عشرات السنوات من أي ارتباط بعمقنا الفلسطيني وعمقنا العربي بسبب سياسات الحركة الصهيونية التي حاولت أن تضعنا في قفص. لذلك نحن لا نرى أنفسنا ضمن معادلة إسرائيل، إنما نحن كنا وما زلنا وسنبقى ضمن المعادلة الفلسطينية. وأقول ربما الكثيرون يكررون أشعارا عمت أرجاء الوطن العربي. عندما هدف توفيق زياد المناضل الشيوعي ورئيس بلدية الناصرة أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، هكذا خاطب توفيق زياد شعبه ونادى عليه من قلب مناطق 48 ومن مدينة الناصرة. وعندما هدف سميح القاسم منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، هدف هذا النداء من مناطق 48. وعندما هدف محمود درويش سجل أنا عربي ورقم سجل، هدف في وجه المحقق الصهيوني سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50 ألف وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب، ويلغي تلك القصيدة بقوله أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، لكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي فحذاري حذاري من جوعي ومن غضبي.
كلمتين هامة جدا لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية، وهي أننا رغم أننا لسنا حكومة ولسنا سلطة إنما نواجه القهر، نجحنا في إقامة إطار يجمع كل مكونات شعبنا تحت مظلة واحدة هي لجنة المتابعة العليا التي شرفني إخواني من كل الأحزاب ومن كل التيارات لكي أقف على رأسها. هذه التجربة تقودني إلى النقطة التي أردت أن أقولها، بأن الجريمة الأكبر بحق الشعب الفلسطيني في هذه الأيام ربما ليست جريمة الاحتلال، لأنه طبيعي أن تكون الصهيونية ضدنا، لكن الجريمة الأكبر اللي مفاتيحها في أيدينا هي جريمة الانقسام وعار الانقسام. ولا يمكن تحت أي مسوغ أن نقبل أن تتواصل هذه الظاهرة المعيبة التي تفسح شعبنا وتبعد أهلنا عنا وتبعد أمتنا وكل أنصار قضيتنا في العالم عنا. فنحن أيضا من هنا باسمنا جميعا، باسم تونس التي نحبها والغيورة على شعب فلسطين، نحن نوجه نداء بضرورة إنهاء هذا الانقسام التعيس المعيب. نحن نلتقي في هذا المساء في ظل ذكرى عزيزة، ذكرى الرفيق والصديق والأخ أحمد إبراهيم. في بدايات نيسان أبريل من العام الماضي كنا نجلس على مقعد على ناصية الشارع المحاذي لشاطئ البحر في مدينة الحمامات بمبانيها الأثرية الجميلة في تونس الحبيبة. كانت شمس نيسان دافئة وودودة، فأغمضت عيناي للحظة، خلت خلالها أنني أشم رائحة البحر في عكا بمبانيها الأثرية الجميلة في فلسطين الحبيبة. قلت لأحمد إبراهيم، وكانت شريكة حياتي الرفيقة ليليا، ولجنيد ورفيقة حياتي الرفيقة رشيدة، يمكن أن نطل من هنا من مدينة الحمامات من تونس ونرى فلسطين في الشاطئ المقابل من البحر المتوسط. كان ذلك محاولة لاستعادة تضاريس المكان للدلالة على تضاريس الوجدان وعلى المعنى العميق الذي يربط فلسطين بتونس ويربط تونس بفلسطين. كان المرة ينظرون إلى هذا الرجل الجميل أحمد إبراهيم الذي أنهكه المرض ويأتون لإلقاء التحية عليه محبة وتقديرا وإعجابا. بعد أيام قبيل عودتي إلى بلادي بعد أن احتفلنا بيوم الأرض هنا في تونس، أصر سيدي أحمد إبراهيم أن يدعونا إلى العشاء في مطعم جميل أشبه ما يكون بمتحف تراثي في البلدة القديمة في تونس العاصمة. في تلك الليلة كان متوقف الذهن، وبين طلوعه المنهكة كانت تشتعل عاصفة من الحب، حب تونس وحب فلسطين وحب الناس. بعد أقل من 10 أيام تبين لي أنه كان اللقاء الأخير عندما جاءني إلى فلسطين خبر رحيله عن الدنيا. بقدر ما كان خبر رحيله متوقعا لاشتداد المرض عليه، بقدر ما كان مفجعا لشدة حبي وتقديري وعرفاني له ولرفاقه. أحمد إبراهيم كان قائدا شعبيا ومثقفا كبيرا، فهو المحاضر الجامعي والزعيم السياسي الوطني وحامل مشعل التحدي بترشحه لرئاسة الجمهورية وأحد أعمدة ثورة تونس الجميلة والحديثة، ووزير التعليم العالي والنائب المنتخب
في ندوة يوم